فعاليات الدورة 18 من ليالي رمضان لا زالت مستمرة بأكادير، حيث أمتعت الفنانة المغربية نبيلة معن جمهور المدينة بأجمل أغانيها خلال حفل غنائي بهيج. حوار فني مميز بين الموسيقى الأندلسية وأنغام الجاز قدمته الفنانة المغربية للجمهور. La tournée اللي درت مع الانستيتو فرونسي دو ماروك اللي هي dans le cadre ديال لا نوي دو رمضان دازت مزيان الحمد لله. كنا في عده مدن، واليوم عندنا لا كلوتور ان شاء الله اخر محطه اللي هي مدينه اكادير. وطوال هذه الأمسية الرمضانية رسمت الفنانة ملامح لوحة فنية متعددة الألوان، حيث قدمت أجمل المقطوعات والقصائد الروحية التي أضفت سحراً على ليالي رمضان. هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار لنعزف معاً على وتر واحد.